قدم اليوم وزير المالية والميزانية كريستيان جورج حديثا صحفيا مشتركا مع ممثل صندوق النقد الدولي حول برنامج تسهيل وتوسعة القرض الممول من قبل الحكومة التشادية وصندوق النقد الدولي. إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي زار العاصمة أنجمينا في 22 من مارس إلى 4 من أبريل 2017 بهدف تقييم وتقدم الاقتصاد التشادي في إطار البرنامج المالي والاقتصادي الحالي للحكومة الداعم لبرنامج تسهيل وتوسعة القرض الممنوح من قبل صندوق النقد الدولي الذي اعتمد في أغسطس 2014، وأن تبادل وجهات النظر ما بين الحكومة والخبراء مكنتنا من إنشاء برنامج جديد. وفي الأخير نقدم شكرنا لصندوق النقد الدولي على دعمه لتشاد والشركاء الفنيين والماليين الذين قدموا دعمهم للحكومة التشادية من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية طبقا لميزانياتها المالية المحددة سلفا. وفي ذات الإطار تحدث جان كلود ناشيكا ممثل صندوق النقد الدولي مقدما شكره للدولة التشادية لقيامها بخطط ترمي إلى تحسين الدخل العام للدولة، كما تطرق إلى الحزمة التي قدمها صندوق النقد الدولي للحكومة التشادية. إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي انعقد في 30 يونيو 2017 أخذ في الحسبان العديد من النقاط التي تتعلق بتسهيل وزيادة القروض التي تبلغ 312.1 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 180 مليار فرنك سيفا، لدعم الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة التشادية. إن برنامج دعم تسهيل وتوسعة القرض يساعد تشاد في مجال الاقتصاديات الصغيرة وانتعاش الاقتصاد التشادي، وبالتالي يساهم في الجهود الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول إفريقيا المركزية، وأن 48.8 مليون دولار، ما يعادل 28 مليار من الفرنكات الأفريقية، ستقدم فورا إلى الخزينة العامة التشادية، وأن الخزينة ستقوم بصرف هذا المبلغ خلال المدة المحددة من قبل برنامج تسهيل وتوسعة القروض. وفي الأخير إن صندوق النقد الدولي يشيد بتعهد السلطات التشادية لتحسين زيادة الدخل وتعديل الميزانيات والبحث عن سبل جديدة تسهم في زيادة الدخل العام للدولة التشادية وتسيير المصروفات بطريقة أمثل.